السلام عليكم. معظم الحالات التي شفيت من فيروس كورونا اعتمدت على جهازها المناعي، ولتقوية وتعزيز جهازك المناعي اخترنا لك بعض النصائح. أولها النوم لساعات كافية، وهذا لتعزيز وتجديد جهازك المناعي. ولا تنسى أنك تبدأ يومك ملعقة عسل طبيعي بالإضافة لحبة البركة. حاول أنك تتناول الأغذية الغنية بالفيتامين سي، ولن نجدها بكثرة في الحمضيات مثل البرتقال والكيوي. حاول أنك تأكل كمان أطعمة غنية بالزنك اللي بتلاقيها في المأكولات البحرية والمكسرات، وخاصة المحار بالنسبة للمأكولات البحرية. حاول أنك تختار أطعمة غنية بالفيتامين دي أو مدعمة بالفيتامين دي، وهذا ما نجده في البيض وبعض المنتجات الألبان والحليب المدعم كذلك بالفيتامين دي. حاول أنك تشرب كمية كافية من الماء بالإضافة لكوب دافي خلال اليوم من الكركم أو البابونج أو حتى الزنجبيل، وهذا لتعزيز المناعة عندك. نترككم الآن مع بعض الوصفات اللي راح نحضرها معكم، وتابعونا في نصائح جديدة من نصائح دكتور نيوتريشن. نيجي الوصفات اللي حضرها لكم دكتور نيوتريشن ببساطة جدا، متوفرة في كل البيوت، تقدر بشكل كبير جدا تحضرها بسهولة ويسر، وبتساهم بشكل كبير جدا في رفع كفاءة جهاز المناعة. اول شيء حضرتك ممكن تحضر معلقه كركم، ده في ماده الكركمين اللي بتساعد بشكل كبير جدا على رفع كفاءه جهاز المناعه لانه مضاد اكسده قوي جدا جدا. هنضيف عليه حبه ليمون، عصر بس حبه ليمون لانها غنيه بالفيتامين سي كومبلكس، وطبعا فيتامين سي معروف برفع كفاءه جهاز المناعه. كل ده هيكون مع خل التفاح او عادي ممكن نستعيد عنه بالخل الابيض، فقط نصف معلقه مع الزنجبيل البودر برده نصف معلقه. كل المكونات دي بنحطها في 100 ملي ماء دافئ وبتنقع لمدة 10 دقائق، بيتاخد كشوت واحد ممكن مرة أو مرتين على مدار اليوم. ودي عبارة عن أول وصفة سهلة جدا تحضرها في البيت، بتساهم بشكل كبير جدا في رفع كفاءة جهاز المناعة. الوصفة الثانية اللي بنجهزها لكم في دكتور نيوتريشن تقدروا بسهولة جدا تقدروا تحضروها في المنزل عندكم، هي الزنجبيل الطازج. البشر بتاعه تاخد منه معلقتين وبتنقعهم لمدة 3 ساعات، بعد كده بتضيف عليهم حبتين ليمون معصورين مع معلقة عسل المانوكا أو العسل العادي لو متوفر، لو مش متوفر عسل المانوكا، بعد كده معلقة زيت زيتون، وبيتم خلطهم كلهم جميعا مع بعض، وبرضه بيتشرب مرة واحدة إلى مرتين خلال اليوم. الوصفة الثالثة معانا من دكتور نيوتريشن ايضا، هي وصفة برضه سهلة ومنزلية تقدر تعملها في البيت. معلقة عسل مع 3 معالق طحينة. الطحينة طبعا هي المصدر الرئيسي ليها والسمسم، وهو غني بفيتامين بي او بي كومبلكس بشكل عام، مع رشة حبة البركة، وكلهم بيتخلطوا مع بعض، وبرضه تقدر تستخدمها من مرة إلى مرتين في اليوم. الثلاث وصفات اللي قلناهم لحضراتكم تقدروا تبدلوا ما بينهم كل يوم وصفة مختلفة، وهتساعد بشكل كبير وهتساهم في رفع كفاءة جهاز المناعة.